السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سنة ستة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنبدأ في شرح يونت 2. احنا شرحنا يونت 1، بشرح كل درس لوحده وبنزل حل أسئلة كل درس في فيديو لوحده. خلصنا الوحدة الأولى والنهاردة ان شاء الله هنبدأ في شرح يونت 2. هنشرح لسن 1 في يونت 2 من كتاب جيم. احب اذكركم انا شغاله معاكم الكتاب جيم وكتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت. شرح منهج كتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت موجود بالكامل على القناه. اما بالنسبه للشرح بالنسبه للحل من الكتابين، فانا دلوقتي بنزل الحل. بالنسبه للشرح، انا نزلت شرح كتاب بيت باي بيت ونزلت شرح كتاب المعاصر في قوائم تشغيل على قناه الانجليزي وجمال. حبايبي اللي متابعيني على صفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناة انجليزي وجماله علشان تتابعوا فيديوهات الشرح. متنسوش تشتركوا في القناة، اسم القناة على اليوتيوب الانجليزي وجماله، واعملوا متابعة للصفحة على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ونشير الفيديوهات لأصحابنا الحلوين، وضيفوا أصحابكم للقناة وللصفحة على الفيسبوك. ونبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 2 بعنوان In the Restaurant. In the restaurant يعني في المطعم. هندخل بقى على كلمات listen one. هنبدأ بكلمات listen one. مين؟ vocabulary المفردات الرئيسية. أتمنى يا حبايبي ترددوا ورايا. مطعم restaurant. restaurant، وزي ما قلت لكم احنا بنقسم الكلمة لأجزاء علشان نحفظها spelling بكل سهولة. R E S T A U R E N T restaurant. rest r e s t a u r واخر جزء في الكلمه انت بمعنى نمله. يبقى كده ممكن يقابلني اجزاء من كلمات عباره عن كلمات انا حفظتها قبل كده بتسهل عليا حفظ الكلمه الجديده. r e s t a u r وبعد كده انت a n t مطعم restaurant. restaurant النطق restaurant ناقص الطه رير رير رير. بطاطس مخبوزة baked potato. baked potato. اليوم today. today. كرات اللحم meatballs. meatballs. لذيذ أو شهي delicious. delicious. بعد كده جاهز أو مستعد ready. ready. متوسط الطهي medium. medium. ماذا عن how about. هوا باوت خاص او مميز special. special. جيد good. good. شريحة لحم بقري steak. steak. مطهو جيدا well done. well done. سلطة salad. salad. مكرونة سباجيتي سباجيتي. سباجيتي. مزاج او حالة مزاجية mood. mood. جرسون او جرسونة ويتر ويترز. لو قلت جرسون مذكر ويتر ويتر. جرسونة ويترز ويترز. أرز رايس رايس. حرف السي بننطقه زي الاس رايس. قائمة طعام منيو منيو. جائع هانجري هانجري. شوربة سوب سوب. بعد كده عندنا regular verbs الأفعال المنتظمة. يطلب order ordered. order ordered. يبدو look looked. look looked. يبدو sound sounded. sound sounded. يريد want wanted. want wanted. يعتقد أو يفكر think thought. think thought. سأتناول I'll have. لو عايز اقول ساتناول هقول I'll have. لو عايز اقول ساخذ I'll take. يبقى have معناها يتناول، take بمعنى ياخذ. ساتناول I'll have. ساخذ I'll take. اشتهي او في حاله مزاجيه in the mood for. in the mood for. يبدو شهيا it looks delicious. it looks delicious. يبدو جيدا sounds good. sound is good. تفضل here you are. here you are. هنا بقى
هنشرح الدرس. طبعا هنا احنا ساعات بقابلنا درس عبارة عن بس مش قطعة، ساعات بقابلنا درس عبارة عن conversation محادثة. درسنا النهاردة عبارة عن conversation يعني محادثة. هنا بقى أول حاجة هنتعرف على characters of the conversation، شخصيات المحادثة. Characters of the conversation، شخصيات المحادثة. مين اللي معانا؟ waiters. waiters يعني جرسونة. تاني character معانا a woman، امرأة أو سيدة. تالت character معانا a man، رجل. a man، رجل. قصة المحادثة story of the conversation، رجل وسيدة في المطعم يشعران بالجوع. ستتناول السيدة شريحة من اللحم البقري وبطاطس مخبوزة وسلطة، وسيتناول الرجل مكرونة اسباجيتي وكرات اللحم. هنقول الكلام بالإنجليش. هقرأ الأول قصة المحادثة بالإنجليش. A man and a woman are at the restaurant. They are hungry. The woman will have a steak, a baked potato and a salad. The man will have spaghetti and meatballs. بعد كده هنقرأ بقى المحادثة. درسنا عبارة عن محادثة. Listen and repeat. Point to the speakers. Then listen again. استمع وردد. أشر إلى المتحدثين ثم استمع مرة أخرى. أول حاجة الجرسونة جت على man and woman وبتقول لهم hello. Are you ready to order? تاني بتقول هلو مرحبا، Are you ready to order؟ هل أنتم مستعدين لطلب الطعام؟ ردت woman وقالت I think so، أعتقد ذلك. I'll have a steak، سأتناول شريحة لحم بقري steak. فبعد كده بتقول لها إيه الجرسونة؟ بتقول لي woman rare medium or well done، ناقص الطهو أم متوسط الطهو أم مطهو جيدا. ردت وقالت medium please، متوسط الطهي من فضلك، and a baked potato، وبطاطس مخبوزة. فالجرسونة سألتها سؤال تاني بتقول لها how about a salad، ماذا عن السلطة؟ ردت ومن وقالت sounds good، يبدو جيدا. معنى كده ان هي موافقة ان هي تاخد سلطة. بعد كده الرجل بقى بيسأل الجرسونة بقول لها ايه What's today's special؟ ما هو الطبق المميز اليوم؟ ردت وقالت spaghetti and meatballs، مكرونة سباجيتي وكرات لحم. فالرجل قال لها good، جيد. I am in the mood for spaghetti، أنا في حالة مزاجية لمكرونة سباجيتي، أو أشعر بالرغبة في تناول مكرونة سباجيتي. I'll have that، سوف أتناولها أو سأتناولها. فهي طبعا جابت لكل واحد طلبه وبتقول لهم here you are، here you are يعني تفضل أو تفضلوا. فهنا طبعا الرجل بيقول لها ايه thanks، شكرا. it looks delicious، يبدو شهيا أو يبدو لذيذا. بعد كده عندنا language functions، الوظائف اللغوية. بيقول لي السؤال عما إذا كان شخص ما مستعد لطلب الطعام، asking if someone is ready to order. asking if someone is ready to order، هل أنت مستعد لطلب الطعام؟ أنا بسأل أي شخص بقول له هل أنت مستعد لطلب الطعام؟ ممكن الكلام ده نقوله برضو في البيت. أنا مثلا بقول لبنتي، بقول لابني هل أنت جاهز لطلب الطعام؟ Are you ready to order؟ هو بقى لو عايز يأكل هيقول له I think so، وهيقول بقى هو عايز يأكل إيه. برضو الكلام ده دلوقتي قلناه في المطعم. Are you ready to order؟ هل أنت مستعد لطلب الطعام؟ الشخص بقى لو جاهز هيبدأ يقول I think so، أعتقد ذلك، يعني خلاص هو مستعد. وهيبدأ بقى يقول الحاجة اللي هو عايزها، لو في مطعم هيطلب الحاجة اللي هو عايزها. I'll have a steak، يعني سأتناول شريحة لحم بقري، ممكن نغير الأكل عادي. Are you ready to order؟ ده سؤال مهم جدا لازم تحفظوه. وعندنا ready to، لازم يأتي بعدها الفعل في المصدر بدون أي إضافات. بعد كده الاقتراح، عندنا طريقة من طرق الاقتراح بـ how about. how about يعني ماذا عن. how about بيأتي بعدها نون اسم أو فعل مضاف لـ ing. how about
بنستخدمها كأسلوب اقتراح في شكل كويستشن، سؤال ازاي اقترح بهوا باوت، ببدأ بهوا باوت وبعد كده ممكن يبقى نون وممكن يبقى فعل مضاف له اي ان جي. هنا كده استخدمنا نون، هوا باوت اصلد، ماذا عن السلطه؟ سلط كده نون اسم. طب لو عايزه مثلا استخدم فعل مضاف له اي ان جي هقول ايه؟ هوا باوت ايت بلاينج مثلا، هوا باوت بلاينج، هوا باوت هافينج لانش، اي فعل مضاف له اي ان جي. طيب للموافقه بقى على اسلوب الاقتراح ساوندز جود، يعني يبدو جيدا. طب لو شخص رافض هيقول نو ثانكس، لا شكرا. بعد كده السؤال في المطعم عن طبق اليوم المميز. طبعا المطعم بيبقى مجهز طبق كده مسميه طبق اليوم. انا بقى عايزه اسال، انا في المطعم عايزه اسال asking about today's special، عايزه اسال عن طبق اليوم المميز، هقول ايه؟ what's today's special، what's today's special، يعني ما هو طبق اليوم. الشخص بقى الجرسون او الجرسونه هيرد بقى يقول ايه هو الطبق على حسب بقى الحاجه اللي هم مجهزينها للطبق. مثلا هنقول سباجيتي اند ميت بولز، يعني مكرونه سباجيتي وكرات لحم. بعد كده لو شخص موافق على طبق اليوم هيقول جود، هيقول جود يعني جيد. I am in the mood for spaghetti، انا اشعر بالرغبه في تناول سباجيتي. I will have that، ساتناولها. هناك بعض الكلمات تاتي كاسم نون او كصفه adjectives زي special. هنا what's today's special، ما الطبق الخاص او الطبق المميز. هنا special كده نون اسم. هنا احمد ordered special food، طلب احمد طعام خاص او مميز. هنا بقى استخدمناها صفه بتصف فود الطعام. بعد كده في حاله مزاجيه او اشعر بالرغبه فيه ان ذا مود فور، تعبير كده لازم نحفظه، ان ذا مود فور بمعنى في حاله مزاجيه او اشعر بالرغبه فيه. اي ام ان ذا مود فور سباجيتي، يعني انا اشعر بالرغبه في تناول مكرونه سباجيتي، او انا في حاله مزاجيه لمكرونه سباجيتي. بعد كده offering something، تقديم شيء ما. انا مثلا عايزه اقول لواحد تفضل، سواء بقى بمشروب او طعام، هقول له here you are، here you are يعني تفضل، here you are، شكرا يبدو شهيا، thanks it looks delicious، انا بقى هقول كده على الحاجه اللي انا ايه اللي انا تناولتها، thanks it looks delicious يعني شكرا يبدو شهيا. هنا بقول لي يبدو شهيا، بقول لي look يأتي بعدها صفة زي كده، أنا بقول it looks delicious، delicious دي صفة بمعنى لذيذ، يبقى look يأتي بعدها adjective صفة. بعد كده listen and complete، استمع وأكمل. waiter ومروة، الجرسون بيقول لمروة are you ready to order، هل أنت جاهزة لطلب الطعام أو مستعدة لطلب الطعام؟ ردت مروة قالت I think so، أعتقد ذلك. I will have a steak، سأتناول شريحة لحم. waiter بيقول لها rare medium or well done، متوسط الطهي، ناقص الطهي، أم متوسط الطهي أم جيد الطهي؟ فقالت medium please، متوسط الطهي من فضلك. and a baked potato، و بطاطس مخبوزة في الفرن. فويتر قال لها إيه؟ how about a salad، ماذا عن السلطة؟ ده كده اقتراح. قالت له sounds good، يبدو جيدا، يعني هي موافقة إن يجي لها مع الأكل سلطة، وتقول له sounds good يعني يبدو جيدا. كده يا حلوين اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. الفيديو اللي بعد ده هنزل فيه حل اسئله الدرس الاول. لو بتحبوا تتفرجوا على الفيديوهات وعلى القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تشيروا الفيديوهات لاصحابكم، وتضيفوا اصحابكم للقناه علشان نواصل ونستمر. عايزين تتواصلوا معايا عن طريق ارقام التليفونات اللي انا سايباها في التليفون في القناه من فوق، او عن طريق صفحتي على الفيسبوك. هتكتبوا في السيرش تعلم بكل سهولة، هتظهر معاكم الصفحة، هتدخلوا على أي فيديو وتتواصلوا معايا عن طريق الكومنتات. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.